مساءكم معطر بذكر الله، مساءكم ورد وفل وياسمين على احلى متابعين في الدنيا. النهارده حبايبي بنعمل السجق البلدي، اكله اقتصاديه تكفي 5 افراد ومعاهم رز بالصلصه. اكله اقتصاديه هتعجبك وتشرفك وهتعجب اولادك باذن الله. شايفين الجمال؟ تحفه، اللهم بارك. عاملينه بالبصل والفلفل الحار. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، وانا بشكر كل الناس اللي معايا والناس اللي بتتابعني وبتديني طاقة ايجابية. هنبتدي بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نزلت هنا بمعلقة من الثوم على مادة دهنية اللي هي السمنة او الزبدة المتوفر عندك، ونزلت بمعلقة من الخل عشان اعمل الصلصة بتاعة الرز. طشة بقى ريحتها مش قادرة اقولك، تحفة. نزلت بقى هنا بحوالي 1 كيلو من الصلصة، وبنسيبها لحد ما تتسبك. بننزل عليها بمعلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة من الملح. وصلت معايا بقى لحد هنا، يا ريت ما تبخليش باللايك فضلا وليس أمر. هنا بقى بنعمل الرز. نزلت بمعلقة زبدة وعليهم ورقتين من اللوري أو الورق الغار زي ما اخوانا العرب بيقولوا، ومعاهم حبيتين من الحبهان. هنعمل رز ابيض جنب السجق، رز ابيض بالصلصه. تقدري بقى تدبري وتوفري وتعملي اكلات اقتصاديه تكفي جميع افراد العيله. هنا نزلت بميه سخنه، تقدري لو عندك شوربة تعملي الرز بالشوربة، بس انا قلت اخف ان انا اعمله بالماء. هنا نزلت بمعلقة من المرقة الفورية، دي مرقة سايبة من عند العطار. عندك مكعبات مفيش مشكلة، بس انا بفضل المرقة اللي هي السايبة لانها بتتعمل من العطار. نزلت بقى هنا بكمية الرز بتاعتي اللي هي 1/2 كيلو من الرز، يدوبك بغطي بس الايه الرز بالماء. هنعمل احلى رز مفلفل. نغطش عليه بقى ونسيبه لحد ما يشرب. هنا بقى كنت لقيت شوية قوطة كده كلهم على بعضهم في قلب بعضهم. ده يا جماعة القوطة ايام ما كانت رخيصة، انا بسجل الفيديو ده قديم. ده هنا القوطة كانت ب3 جنيه كيلو، ف3.5 جاي بقى حوالي 6 كيلو ب20 جنيه، فقلت اعملهم وحطهم في التلاجة. بصراحة منقذة في الأزمات، وفعلا في أزمات الأيام دي في القوطة ب8 و10 جنيه حاليا على حسب يعني وقت الفيديو ما ينزل لكم. هنا جبت 1/2 كيلو من السجق البلدي، عملت بصلة جوليان كبيرة جوانح وتبلتها تتبيلة بسيطة جدا، ونزلت عليها بالسجق. بعد ما اديت لها يدوبك تتبيلة كده أقل من 2 3 دقايق، شايفين لونها فاتح ازاي عشان ما يمررش السجق. نزلت هنا بمعلقه من الثوم. وانا عايزه قبل ما انسى اهني طلبه الثانويه العامه اللي هم داخلين على الكليه، وهني برضو طلبه الثانويه العامه اللي هم داخلين 3 ثانوي، ربنا معاهم يا رب، والف مبروك للي نجح. نزلت هنا بطماطمايه كبيره، بنقلب بقى كل المكونات الحلوه دي، وهتعملي الوصفه دي هتدعيلي صدقيني وهتعتمديها باذن الله. نزلت بها معلقه هريسه شطه اللي هو فلفل احمر على ثوم على ملح، دي انا بصراحه ما بستغناش عنها، بعمل برطمان وبحطه في التلاجه. نزلت بقى بحوالي 1/2 كوباية من المية، لان السجق ده انا متأكدة ان هو ما بينزلش ولا دهون ولا بينزل سوائل.
بنقلب بقى كل الكلام ده، وصدقيني الريحة مش قادرة اقولك يعني تحفة. نزلت بقى البهارات بتاعتنا اللي هي 7 بهارات، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الاصفر، هنا بقى ايه مجموعة كده من الفلافل الجميلة اللي تديكي طعم جميل للسجق، فلفل احمر على فلفل اخضر على فلفل رومي المتواجد عندي. يعني شايفين ده نص كيلو عمل كمية حلوة ما شاء الله، جنب الرز وعليه شوية الصلصة واللهم بارك. هنا السجق كده تمام معايا، انا الفلفل بنزل بيه اخر حاجة عشان يبقى لونه اخضر ويبقى واضح معاه. وهنا عملنا شوية الرز وجنب منهم شوية الصلصة. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، شايفين الجمال تحفة. ما تنسينيش باللايك والشير وتفعلي الجرس عشان يصلك مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.